من صدفان منتابع لقائنا المباشر على الهواء ضمن برنامج كل يوم بيومه. عم نتابع تداعيات الزلزال يلي ضرب منطقتنا وتأثر فيه لبنان على صعيد انه كلنا هزينا وكان ممكن نكون كلنا ضحايا. أكيد سؤال طرحه المهندس شاكر نور من الصبح، هل نحن عايشين بمكان آمن على صعيد سلامة البناء، على صعيد الهندسة البنية التحتية إلى آخره؟ الجواب مع المهندس شاكر نون. أهلا وسهلا فيك وحمد لله على السلامة. أهلا هلا، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. نحن وين اليوم؟ نحن وين عايشين؟ وخاصة السؤال الأبرز اللي بدي أطرحه عليك بحجم الهزة اللي وصلت على لبنان بأربعين ثانية 5.9 على درجات ريختر، هل كان معقول يكون في عنا أضرار أكتر أو الأبنية عنا فينا نقول مقبولة أو لا سمح الله لو كانت الزلزال منطقته محل تاني أقرب علينا شو رح يكون كانت تداعيات علينا؟ خلينا نقول انه نحن عنا عادات لمواد البناء اللي بنستعملها، البيتون اللي بنستعمله، كل هالامور يلي بنستعملها هي خلينا نقول منا صديقه لتواجه زلازل. اولا البيتون ماده قاسيه وناشفه، منا فليكسبل، ما بتاخد وبتعطي، بينما المستحب للزلازل هو الميتاليك ستراكتشر، يعني الاشياء الفولاذيه الحديديه يلي بتقدر تمتص وتاخد وتعطي بهالمجال. بس هلا انا يلي كتبته قصدي كان انه اليوم شو فينا نعمل. هيدا لفتنا انه ما قلت انت ما رح نروح نعمر هلا شو فينا نعمل هلا بيتنا. نحن كيف فينا نعرف اذا بيتنا مؤهل مجهز قدراني يقاوم قدراني يواجه؟ انا حطيت يعني حوالي 12 نقطه بيقدر الواحد يلاحظهم. خليني اقول انه النقطه الاساسيه انه في مكاتب متخصصه بتقدر، وهون تشديد على لجان الأبنية، مفترض أن يكون في دراسة كافية ووافية من أساس بناء البناء. إذا كان البناء جديد، يعني البناء جديد بتعرفي أنت بتطلبي من المهندس الإنشائي تقولي له أنا بدي يندرس بطريقة أنه يقاوم درجة 7 درجة 8 يلي هو، وهون ساعتها شو بيختلف؟ هذا رح نحكي شو بيختلف. بس أنا بدي أشير لشغلة صغيرة إذا بتسمح. فضل. حضرتك عم تقول في مكاتب متخصصة، للأسف الوضع الاقتصادي يمكن ما بيسمح لكل الناس يكونوا عندهم اختصاصيين يستشيرون ويزبطوا الأمور. مش هيك، بس بدي أقول أنه بلدية بيروت أعلنت وبدعوة من المحافظ انه اي تفسخات او شيء ببناء عندهم شك فيه يتصلوا على البلدية على 71-02-8964 71-02-8964 وهيدا دليل انه كل البلديات كمان كان في عندها شغلة مهمة انه حطت حالها بتصرف كل الناس. بس قبل ما نتابع يلي عنده امكانية اكيد رح ياخد بنصيحتك. تفضل استاذ شاكر. هو المشكلة انه نحن مننتبه من بعد كل انهيار. هيدي الحفلة يلي عملتها بلدية بيروت هي بعد انهيار مبنى الأشرفية، فسوح. وتم الأحصى وتبين أنه فوق 50% من مباني بيروت هي غير صالحة للاستمرار. بنعرف أنه عمر البيتون محصور ب 60 سنة 70 سنة 80 سنة حسب نوعيته، بس أنه كل مادة وإلها عمر. هلأ اليوم أنا ببيت وبدي أعرف إذا بيتي قادر يقاوم، هون أنا شو علينا نعمل بسيطة لا يقدر الواحد. بس هيدي للأمانة عم بقول انه أصول الدراسة ما بتصير بهالطريقة المبدأ البدائية. إذا بدي بيجي يكشفوا، بس مش بس بيجي يكشفوا، بس بدهم يرجعوا لمكاتب متخصصة، لأنه بيتاخد مثل خزعات من البيتون، بينعرف عمره للبيتون، بينعرف قدرة مقاومته. بعدين إذا في مي، إذا في رطوبة عم تاكل الحديد، عم بتفوت على الهريان، كلهم هودي عوامل بيخففوا من عمر، اللي بيقللوا من عمر المبنى. بس ال 12 نقطة يلي حكينا عنها هي أولا كل الناس أكيد عندها خرائط لبيوتها، يعني أو بتكون هي أنشأتها أو بتكون اشترتها للشقة وصار في خريطة إفراز، ومفترض أنه كل مالك عنده خريطة إفراز بتبين الستركتشر العواميد كيف موضوعة. أول شغلة بالبناء يلي بده يقاوم الزلازل بيكون العواميد تبعوله بعدة اتجاهات،
مختلفة مش باتجاه واحد. أنا شبهتها شوية لواحد واقف بالهواء، إذا بدك هواء قوي، وبينتبه إنه إذا واقف باتجاه واحد والهواء بظهره بيقدر الهواء يدفشه ويقلب لقدام، بينما إذا الهواء بجنبه بيقدر يثبت. فإذا نحن طريقة كيف منوطي إجرينا وكيف مننزل مركز الارتكاز السانتر دو جرافيتي على الواطي، وكيف يعني نسبة طول إجرنا بالنسبة لطولنا نحن، نفس المبدأ بيعتمدوا البناء. البناء بيهدى على هالركائز، وهالركائز بدها تكون بأطوال كافية متناسبة مع طوله، وبدها تكون بعرض كافي متناسب مع عرضه. هذه كلها دراسات، بس لنظرة أولية بالخرائط لازم نشوف إذا عنا عواميد كافية بكل الاتجاهات أفقية وعمودية. نقطة تانية هو بيت الدرج. في كتير بتعرفي تجار بنا للتوفير بيوت الدرج بيعملوها من خفان، من حجار بيتون، أور هو بيت الدرج وبيت الأسانسور لازم يكون من حيطان الدعم، يعني بيتون صب، وهيدا النواة تبع المبنى بيكون هو نقطة الارتكاز الأساسية. قد ما هالمبنى عنده نقط ارتكاز قوية، قد ما بيكون ثابت بالأرض وقدران يقاوم هالارتجاجات. بالإضافة أنه كمان ننتبه بالبيت، نحن كتير منحب نزين بيوتنا يعني التريات، الكريستال، كل شيء خفيف ومعلق بالسقوفيات وهيك، هيدا معرض أنه يقلب وهيدا مصدر خطر. بفتكر كلهم امبارح اكتشفوا هيدا الشيء، لأنه بكل البيوت صار في شيء من هيدا النوع. مزبوط. الخزاين المطابخ كلها هزت، الإزاز الداخل التريات أكتر شيء رقصت، التابلويات وقعت، بفتكر كلنا عنا ذات الشيء. هلا أنا اللي عم بقوله تما نقعد ننفض بيوتنا كلها سوا، على قليل نتأكد أنه عنا غرفة من هالغرف قريبة على بيت الدرج، عندها حيطان دعم كافي وعندها أساسات كافية، ما فيها هالزوايد كلها سوا، تكون غرفة صغيرة، يمكن غرفة نوم، غرفة قعدة، ما فيها كل هالمواضيع، نقدر نلتجي لها وقت المشكلة. هلأ أنا عم بقول إذا المشكلة بعدها خفيفة، إذا المشكلة قوية بنظهر برات المبنى ومروح على فسحة كبيرة. بس في نقطة أساسية واللبناني معود يستعملها يعملها، إنه هو السطوح نحن بنعتبرها مكبات لقلنا، أو أماكن تخزين بشكل عشوائي. والأخطر أنه نحن بنزيد هالأوزان على السطوح بشكل مش مدروس، يعني في ناس على قلة الماء بيحطوا خزانات ماء على السطوح 4000 لتر و5000 لتر، يعني عم تحكي بخمسة طن ماء موجودين بنقطة مركزة على سطح بنا. وبمبدأ الفيزياء كل ما حطينا تقل على سطح بناء، هيدا التقل بيشتغل مثل الرافعة، يعني بوضع الزلزال هالبناء اللي عم يتأرجح إذا في وزن على سطحه بيتأرجح أكتر. ليه؟ لأنه في وزن عم بياخده ويجيبه. مشان هيك ضروري على السطوح ما نحملها أكتر من ما بتحمل. بعرف انه ضروري يكون عندنا خزانات مي، بس خلينا نقول انه خزان مي 1000 لتر كافي ووافي، ما ضروري نخزن مي على السطوح، لانه هيدي نقطه بتكون مؤذيه للبناء وبتخليه يتارجح اكثر، وساعتها البيتون لانه ما بيحمل تارجح ومنه فليكسيبل ممكن ينكسر. نحن البيتون بيحمل لدرجه معينه بنسميها تورسيون او تورشن، بيحمل لحد معين انه يميل، بس منه مثل الحديد بيقدر ينطعش أو ينكسر. فإذا نعرف قدرة المواد اللي مستعملينها وداي ممكن أنه هي تكون تتحمل هيك نوعها. هلأ الهروب بنعرف أنه بنظهر على الشوارع وعلى الساحات، بس ضروري نكون حاسبين بكل حي وين في ساحة بعيدة عن الأضرار، بعيدة عن الهيطة، نحتسب أنه في حال صار شيء وين من نهرب. مش بالليل بنبلش نصرخ ونولول وما بنعرف وين من نروح. وبالإجمال الناس بتهرب نزول، وهيدا الغلط، دايما لازم نطلع طلوع. يعني انت الخطر بيكون هو على السواحل، لانه بعد الزلازل إجمالا بيجي تسونامي، بس خلينا نقول انه التسونامي بيجي دغري بعد الزلزال، يعني خلال ربع ساعة نص ساعة، لانه بيتحرك موج البحر وبيصير تسونامي. السواحل بتصير خطرة وبيصير فيها برك الماي وبيصير فيها هالأضرار، بينما الجبال بتكون بمأمن لانه جبالنا صخرية وقدراني تقاوم أكتر. هودي إذا بدك أبرز النقط يلي حكينا فيهم. لليوم نعرف بيوتنا إذا مأهلة إيه ولا لا، بس بالمستقبل أكيد لما ما نعمر عن جديد في كود يستعمل
بطلب من المهندس أنا هو بس يعمل لي هالخرائط، بقول له أنا بدي الكود، بدي أشتغل على معايير معينة، وهيدي المعايير أكيد بدها تزيد الكلفة، لأنه الزلازل بتتطلب كمية بيتون أكتر، كمية حديد أكتر، وتصميم مختلف. هلا ما في خوف لأنه اليابان كلها سوا معمرة فوق زلازل، نحن ما عم نقول هيدي آخر الدنيا وما رح نوقف البناء، بس عم نقول خلينا نعرف شو عم نعمر. وفي كتير اشياء اورنمنت بنحطهم برات البنايات، هودي بيكونوا خطر، خصوصا يلي بيلبسوا البنايات بشكل عشوائي، هو اكتر خطر هو من الدبري، من هالاشياء اللي بتتطاير بالهواء يلي بتكون هي تثبيتها كتير خفيف، لما من نلبس بيتلبسوا ببراغي بطريقة محكمة ما يطيروا على الهواء أو أي هزة، لأنه نحن عم نلبس صخر. مشان هيك انتقاء المواد كمان مهم كتير. اليوم الفرق بين التلبيس اللي هو بيزد على الألومنيوم أو الأليكوبوند أو نروح نلبس بالصخر، أكيد الصخر ما بيقدر يتعامل مع الزلازل وبيتكسر وبيطير شظايا وبيأذي، وهيدا كمان مصدر أذى. شكرا لكل هالمعلومات. بس بدي استفسر منك استاذ شاكنونا حول نقطه حضرتك قلت لازم كلنا ننزل من يعني وقت تكون الهزه كتير كبيره وعنيفه نترك منازلنا. في مثلا اليوم معلومات بتقول اذا كانت المنازل بالطوابق العليا عدم استعمال المصعد او الدرج، بهيدي الحالة يعني بس الاكتفاء انه نكون تحت العتبة او تحت طاولة نحمي راسنا فيها. قديش يعني هون كمان في مشاهد شفناها في ابنية بسوريا وبالمنطقة كلها نزلت الطوابق كلها فوق بعضها مثل البسكوت، يعني عن جد مثل البسكوت. هو الوقت كريتيكال، يعني نحن عم نحكي في حال تعرفي نحن مثلا عنا كلبي صغيرة، اول مين شاعر بالهزة طبعا الحيوانات، دائما الحيوانات بيشعروا اكثر من البشر، بتركض مثل المجنونه، بس نحس في وضع هيك الهروب من المنزل هو بده يكون بالثواني الاولى، والا يعني المبنى ما رح ينهار باول ثانيه، رح يتميل يتميل يتميل، وهذا كله معنى وقت انه نكون عم نظهر منه. هلا هو عدم استعمال المصاعد بس مش السلالم، المصاعد لانه ممكن تتعطل الكهرباء ونعلق بقلب المصعد، بينما السلم هو اقوى نقطه بالمبنى ممكن اخر شيء تنهار، يعني الدرج اجمالا بيكون مصبوب معلق ببعضه، يعني مصبوب بيتون من الاربع ميلات. هلا المباني الحديثه عندها اسكاليدو سكور، يعني طبعًا. بيكون خارجي وبيكون حديد. هيدا الافضل انه نهرب منه، بس في حال بدنا نظهر من البناء اكيد هيدي المخارج الوحيده والا ما فينا نظهر. هلا نقطه انه نخلي المبنى او ما نخلي المبنى هو تقدير شخصي، يعني قديش الناس بتخاف، قديش الناس قديش فيها عندها السرعة الكبير بالعمر يمكن ما يقدر يوصل. يعني أفضل يمكن يبقى بمكانه بس يحمي راسه. يعني كل واحد حسب حركته كمان بتوفقني الرأي أو لا. تعرفي يعني إجمالا الزلازل بتترافق مع العواصف وهالنوع من الطبيعة، أنا بلاقي بهيك الظروف الكبار بالسن والهيك مفترض أنه يبيتوا ببيوت آمنة نسبيا، منا صعبة، منا بطوابق مثلا الطابق العاشر والطابق العشرين، يعني أكيد كلنا عنا بيوت قريبنا، عنا بيوت حدا، هالفترة اللي هي يومين أو ثلاثة أو أربعة مفترض أنه يكونوا على بيوت أرضية وقدرانين يظهروا منه. نعم. أنا بدي أشكرك وإلك الله يعطيك العافية، وإن شاء الله هيدا الوعي اللي أطلقته اليوم، يعني يلي بده عمر بالمستقبل أو يلي عنده مخاوف بالمكان الآمن اللي قاعد فيه يأخذ النصايح بعين الاعتبار. هلا بدي أضيف نقطة أخيرة. تفضل. هي التواصل. نعم. يعني كل هاللي عملناه بتعرفي وقت الأزمات التواصل هو مهم كتير، الناس ما تعمل بانيك، ما تبلش تستعمل جروبات الواتساب عشوائيا، ما بعد ينفهم شو المعلومة الصح وشو المعلومة الغلط، مشان هيك لازم تكون كتير دقيقين، وهيدا دور لجان الأبنية لجان الأحياء والبلديات ينشروا هالوعي. في نكتة اليوم صاروا تحولوا من صرافين اللبنانيين إلى خبراء جيولوجي. يعني للأسف يعني. بس كمان كل واحد ما عنده معلومة بحب يشاركها أوقات والآخري. بدي أشكرك وبالنص يلي كتبته كان في شيء كتير حلو، حكيت عن اللقاء الاجتماعي كيف تدعم الناس بتدعم بعضها. وهيدا لبناني بالأزمة لازم نوعى أكتر، لازم نخفف حكي،
لازم نركز ولازم تكون المعلومة صحيحة وما نسبب هلع. وبتعرفي هلا عم بيداولوا مثلا انه لبنان بده يتعرض لميت هزة وما بعرف شو، يعني بيصيروا يجيبوا خبريات ما بعرف من وين. اولا لليوم العلم ما بيقدر يتنبأ امتى بده يصير في هزات، هيدا شيء يعني علمي عم نحكي. هلا اكيد لما بيكون في عواصف وهيك ما نتنبأ كل شيء، يعني متوقع كل شيء، مشان هيك الانتباه ضرورة، ينتبهوا الناس ويتكلوا على ربهم وإن شاء الله خير وبتقطع أزمة وبتقطع. ربنا يكون مع الجميع وربنا يرحمنا. شكرا لك أستاذ شاكر نون. يا رب. شكرا.